السلام عليكم، معكم دكتور كابويا نصر الدين، مختص في جراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري بالمنظار. المريضة تاعنا رانا قمنا لها بعملية جراحية في هذا العمود الفقري باستعمال تقنية المنظار، اللي هي تقنية تدخل ميكرو جراحي باستعمال كاميرا سون كاميرا او ديفينيسيون مع تكبير يوصل حتى فوا 30. لا شيروجي اندوسكوبيك دو لا هرني ديسكال او بيان جراحة الانزلاق الغضروفي بالمنظار هو تدخل ميكرو جراحي باستعمال كاميرا عبر الثقب في الجلد لا يتعدى 8 ملمات. دونك اون انتروديو لا كاميرا، نستعملوا لا كاميرا، ندخلوها للانتيريور عبر الفتحات الطبيعيه، نحيو اونيكمون الديسك اللي خرج من بلاصتو واللي بيريو العصب ونفكوا عليه الاختناق هذاك باش يعاود يولي ليب ويتنفس بشكل طبيعي. دونك هذه تقنيه المنظار سمحت لنا باش نعالجوا المريض في فترة قليلة، 21 يوم بعد العملية الجراحية يسترجع قدراته الطبيعية ويرجع للخدمة تاعو. دونك سي لا ريانسيرسيون سوسيو بروفيسيونيل رابيد. في الأخير نقول أن في حالات عرق النساء الشديدة والمستمرة قد تكون جراحة الانزلاق الغضروفي بالمنظار خيار أساسي للتخلص من ضغط الأعصاب، وبهذا نزيل الألم ونعيد الأمل. كان معكم الدكتور كابويا نصر الدين، مختص في جراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري بالمنظار من عيادة بوكرو لزواري قسنطينة. مرحبا.